كده تعالوا نشوف كده مع بعض القايمة دي، أغلى وأعلى لعيبة كأجور سنوية في البريمير ليج بس محسوبة بالأسبوع يعني. رونالدو، كريستيانو رونالدو هو الأعلى، عنده 37 سنة، بيلعب في مانشستر يونايتد طبعا، بياخد كام؟ 510 جنيه استرليني، ما شاء الله، هو أعلى لعيب في إنجلترا، 510. طبعا محمد صلاح دلوقتي لما يطلب 400 و450 فده يعني أنا شايفه طبيعي يعني، ليفربول لازم يدفع له ان هو نجم الدوري الانجليزي ونجم ليفربول يعني. في المركز الثاني كيفن دي بروين، لاعب بلجيكي بيلعب في مانشستر سيتي، عنده 30 سنه، بياخد 400,000 جنيه استرليني. الثالث ديفيد ديخيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، عنده 31 سنه وبياخد 375,000 جنيه استرليني. في المركز الرابع سانشو، مهاجم مانشستر يونايتد، عنده 21 سنه، كان بيلعب سانشو في بروسيا دورتموند قبل كده، وبياخد 350,000 جنيه استرليني، يعتبر ده المركز الرابع يعني سانشو الرابع. المركز الخامس رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، بياخد 340,000 جنيه استرليني. بعدين روميلو لوكاكو، اللاعب البلجيكي ومهاجم تشيلسي، بياخد كام؟ 325,000 جنيه استرليني، عنده 28 سنة. جاك جريليتش، مهاجم الإنجليزي في أو البلاي ميكر يعني في فريق مانشستر سيتي، كان بيلعب مع تريزيجيه السنة اللي فات في أستون فيلا وانتقل السنة دي لمانشستر سيتي، عنده 26 سنة وبياخد 300,000 جنيه استرليني. طب يا جماعة ما يعني محمد صلاح بقى لما يطلب 400,000 ما هو نجم على الناس دي كلها، فده طبيعي جدا، انا شايفه طبيعي جدا. رحيم ستيرلينج في المركز الثامن، 27 سنه، مهاجم طبعا مانشستر سيتي، 300,000 جنيه استرليني. وبعدين نروح لنجولو كانتي، اللاعب الوسط المدافع الفرنسي، 30 سنه، لاعب تشيلسي، 290,000 جنيه استرليني. وبعدين في المركز العاشر بول بوجبا، طبعا اللاعب الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، 29 سنه، 290,000 جنيه استرليني، ده في المركز العاشر. في المركز ال11 تيمو فيرنر، اللاعب الالماني، مهاجم تشيلسي، 26 سنه، 272,000 جنيه استرليني. في المركز ال12 جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي، 27 سنه، 250,000 جنيه استرليني. في المركز ال 13 بصوا لغايه دلوقتي ما وصلناش لسه لمحمد صلاح، ومحمد صلاح مفروض اعلى من الناس دي كلها. ايدينسون كافاني، 35 سنه، مهاجم مانشستر يونايتد، ما بيلعبش كتير كمان كافاني، 250,000 جنيه استرليني في الاسبوع، مش في الشهر، في الاسبوع. فيرجيل فان دايك، 30 سنه، مدافع ليفربول ويعتبر من احسن المدافعين او هو احسن مدافع في العالم، 220,000 جنيه استرليني. بعديه بقى في المركز ال 15 محمد صلاح، 29 سنه، 200,000 جنيه استرليني. عنده بقى في لعيبه زيه بتاخد الكانتارا وتوماس بارتي وماركوس راشفورد اللي هو لاعب مهاجم مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام زيه، 200,000 جنيه استرليني. انا شايف ان محمد صلاح دلوقتي بعد رونالدو على طول، يعني لازم يبقى يعني اللي طالبه محمد صلاح. انا مش بتكلم بقى في قصه فلوس وبتاعه، ربنا يعني يكرمه طبعا، مش